السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في ورشة جديدة من ورش إيمرجي أفريكا بالعربي. يشرفني إن احنا نكون موجود معانا الدكتور أحمد مختار عبد العزيز في ورشة جديدة من ورش إيمرجي أفريكا بالعربي، هنتكلم فيها عن أدوات وتقنيات التعليم الإلكتروني. في البداية عشان نتعرف، الدكتور أحمد هو متخصص في مجال تكنولوجيا التعليم، حاصل على الدكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم. الصوت وصل عند الناس الجميع؟ دكتور احمد سامعني حضرتك؟ لو الصوت وصل. نعم يا دكتور محمد، واصل تمام. تمام. دكتور احمد، يعني دكتور احمد معلومات بسيطه عنه، لانه هو احنا لو احتاجنا نتكلم عنه هناخد وقت اطول من المحاضره. دكتور احمد هو دكتور، حصل على دكتوراه في مجال البحوث التربويه وتكنولوجيا التعليم من جامعه لانكستر بانجلترا، ماجستير في تعليم اللغه الانجليزيه لغير الناطقين بها وتكنولوجيا التعليم في جامعه مانشستر بانجلترا، دبلوم خاص في تطوير المناهج التعليمية من جامعة عين شمس، ودبلوم مهنية في طرق تدريس اللغة الإنجليزية في كلية التربية جامعة عين شمس. من أهم الاهتمامات اللي بيشتغل عليها الدكتور أحمد في أبحاثه وفي مجال عمله هو قضايا التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والتعلم المحمول، والعمل على تصميم وتطوير البرامج والمناهج التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. بيعمل حاليا الدكتور أحمد في إدارة التدريب والتطوير بشركة أرامكو للسعودية، وبيتميز ان الدكتور احمد له مؤلفات كتيره وابحاث كتيره، ومن اهم الحاجات اللي هو بيعملها حاليا في المجال العربي ان هو بيعمل كتاب اسمه فلسفه التعليم المحمول، رؤيه تحليليه لاهم سمات وخصائص بيئيه ودوره في تطوير مهارات القرن 21. هو الكتاب حاليا تحت النشر، وحاليا انا هترك المايك للدكتور احمد عشان نستمتع بالمحاضره كامله، وبنشكره على كرم وقته، ويعني يا رب بالتوفيق، وبنشكر حضراتكم على الحضور معانا ان شاء الله. إن شاء الله هتبقى الأسئلة متاحة بعد كل فترة الدكتور أحمد هيحددها مع بعض، ولو في أي حد عنده تعليق أو أي كومنت هيحب يقدمها يا ريت يكتبها في الشات، وأنا إن شاء الله هجمع كل الأسئلة دي وأحاول نعرضها في آخر المحاضرة أو في حسب نحدد مع بعض خلال سياق المحاضرة إن شاء الله. المايك معاك الدكتور أحمد دلوقتي، شكرا ليك وشكرا للحضور الكرام. ألف شكر يا دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. شيء يسعدني ويشرفني ان اكون معكم اليوم. طبعا الكلام الكبير اللي قاله الدكتور محمد ده بشكره جدا عليه، وبشكره كمان على تواصله معايا وعلى اهتمامه والتنسيق الشامل اللي عامله معايا خلال الفتره اللي فاتت دي. وان شاء الله اتمنى لحضراتكم مش بس كلنا مع بعض نستفيد، لكن كمان نستمتع بالمحاضره دي. اسمحوا لي اشارك معاكم برزنتيشن عن المحاضره النهارده. البرزنتيشن اتمنى ان يكون حضراتكم جميعا شايفين الصوره، او دكتور محمد لو تقدر تاكد لو سمحت. لا، الصوره الحمد لله دكتور. تمام يا فندم. المحاضره هي عن ادوات وتقنيات التعليم الالكتروني، وهنتكلم باكثر دقه على الادوات التزامنيه وغير التزامنيه. احنا عندنا رود ماب او خريطه كده، خريطه الطريق هنمشي عليها النهارده. لو قدرنا مع بعض ان احنا نكمل الجزء ده من الطريق مع بعض، هنكون حقيقة استفدنا أو مشينا مسافة جيدة جدا في طريقنا لتعلم الكثير عن التعليم الإلكتروني. أول شيء لازم ننطلق منه ويكون أساس لكل ما هو قادم هو السؤال الجوهري: كيف يتم التعلم؟ إحنا بنتعلم إزاي؟ إذا قدرنا نجاوب على السؤال دوت، نقدر بعد كده نحدد الأدوات والتقنيات اللي ممكن تساعدنا في يعني تصميم خبرة تعليمية جيدة. فبعد ما نحاول نجاوب مع بعض على السؤال دوت، هننتقل على أدوات التعلم الإلكترونية التزامنية، بسموها باللغة الإنجليزية Synchronous Tools of Learning. التولز دي أو الأدوات دي هنتعرف عليها واحدة واحدة إن شاء الله، وناخد أمثلة على بعضها. في عندنا كمان أدوات تعلم إلكترونية غير تزامنية، هنتعرف عليها مع بعض إن شاء الله. الأهم من كده هو طريقة دمج أدوات التعليم التزامنية وغير التزامنية وعمل سيناريوهات لاستخدامها معا. نبدأ مع بعض بسم الله. الحقيقة أنا حابب أبدأ بالكوت أو بالاقتباس ده لعالم وفيلسوف التعليم والتربية الأمريكية اسمه جون ديوي، بيقول فيه: If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. يعني جملة بصراحة قوية جدا، كأنك ماشي على خط زمني كده وبتبدأ بتقول فيه: لو أنا النهاردة بدرس
بنفس الطريقه اللي انا درست بيها بالامس، سواء الامس القريب او الامس البعيد، فالحقيقه احنا كده بنحرم ولادنا من المستقبل. جمله قويه جدا. والرسم الكاريكاتير اللي قدامنا دوت بيوضح احنا رايحين فين وبنتكلم عليه. التكنولوجيا هي اصبحت عملاق العصر الحالي. مفيش مجال سواء انتاجي او منظمه او مؤسسه انتاجيه او خدميه زي التعليم والصحه وغيرها الا وهي الان مرتبطه بالتكنولوجيا بشكل او باخر، وبتحاول تستفيد من الامكانات اللي بتقدمها التكنولوجيا رغم انها بتتعملق وبتكبر كل شويه. وطبعا العلاقه بين التكنولوجيا والتعليم هي علاقه جدليه في الاساس، لانك انت لما تعلم الاجيال الموجوده باستخدام التكنولوجيا فانت اكيد بتطلع عندهم مهارات انتاج تكنولوجيا كمان، فبتزداد التكنولوجيا تعملقا وبتزداد من الناحيه الاخرى احتياج التعليم الى انه يتواكب مع ما تقدمه التكنولوجيا. مش هتكلم كتير على الجزئيه دي، لكن حبيت اعرف ان احنا لازم نكون على نفس الوتيره والسرعه اللي بتقدمها لنا التكنولوجيا الحديثه، وخصوصا التكنولوجيا الرقميه. طيب في البدايه حابب العب معاكم جيم كده الاول خالص. نفسي اسال بس انتم تعرفوا او استخدمتم الابلكيشن ده اسمه كهوت. هنعمل كده مسابقه سريعه عشان انا مش بحب في المحاضرات بتاعتي ان يكون انا منفصل عن الناس. فهنعمل ايه؟ هنروح على مع بعض، هنروح على الانترنت. اوكي سوري، هنروح مع بعض على هنروح مع بعض على ال اوكي نروح مع بعض هنا على صفحة الانترنت دي لو تكرمتم. دكتور احمد ممكن تشير اللينك في الشات وتفتح المايك. دكتور احمد حضرتك قفلت المايك. سوري يا دكتور محمد معلش. هنروح مع بعض كلنا على www.kahoot.it. انا بقول لحضرتك ابعت اللينك عشان لو مفيش حد يقدر يكتبه على طول في الشات على طول. تمام اوكي يا فندم. اوكي اتمنى يكون وصل عند حضراتكم. هو عنوان بسيط جدا او رابط بسيط جدا www.kahoot.it، وبعدين اما تدخل على الموقع دوت هيطلب منك بين كود او رقم سري. لو تكرمتم ادخلوا معايا على الرقم ده، اكتب 253302. اوكي حنان دخلت. ممتاز. عاوزين عدد أكبر. تمام. الرقم تاني هيكون 2533902 253302. ممتاز. اوكي اسرع شويه يا شباب. اوكي
نبدأ مع بعض. الجيم ببساطة جداً علشان نكون عارفين إحنا داخلين على إيه، هو عبارة عن أسئلة مدة كل سؤال 30 ثانية هتجاوبوا عليها على كيف تتم عملية التعلم. نبدأ مع بعض. Start. القراءة. لو أنا بستخدم، لو أنا بقرأ بس، هل هقدر استوعب هتذكر 30%، 10%، 50%، 70%؟ اختار اللون. لو أنت بتستخدم أبليكيشن على الموبايل، استخدم اللون اللي بيجاوب على السؤال ده. لو أنا بقرأ، كم نسبة التذكر؟ 30%، 10%، 50%، 70%؟ 8 answers. Okay. Next. احنا عندنا هنا اللي اشتركوا معانا، 6 اختاروا 30%، 3 اختاروا 50%، 1 اختار 10%، و2 اختاروا 70%. الإجابة الصح هو الوحيد اللي قال 10%. ونخش على اللي بعد، السؤال اللي بعد. دويدار انت اخدت البوينتس دي 530 لكم؟ الاستماع. لما بنستمع إلى مادة تعليمية معينة، كم نسبة التذكر؟ 50%، 70%، 90%؟ الاستماع. اوكي ممتاز. عندنا الإجابة الصح هي 20%، وفي 12 جاوبوها صح. Next. هنا في points، في درجات بتتاخد لكل شخص. دويدار the highest، أعلى درجات. مشاهدة الصور. لو أنا شاهدت صورة، بعدين نسبة التذكر عندي بتكون كم؟ أو تعلم من خلال مشاهدة الصورة دي، 20%، 30%، 50%، ولا 70%؟ ممتاز. الإجابة الصحيحة هي 30%، وستة جاوبوا صح. بالمناسبة أنا مبسوط إن في إجابات مش مظبوطة. ليه؟ لأن ده معناه إن في learning curve، في فرصة إن إحنا نتعلم حاجة النهاردة مع بعض. طيب دكتور أحمد بقى الدرجات هو الأعلى. Next. مشاهدة فيديو، التعلم عن طريق مشاهدة فيديو، كم نسبة التذكر بعد مشاهدة فيديو؟ 30%، 20%، 50%، ولا 90%؟ بقي 3 ثواني. 2 1. الإجابة الصحيحة هي 30%، واثنين بس اللي جاوبوا إجابة صحيحة يعني. ممتاز. أعلى درجات الوقتي عند الأستاذة عبير. Next. مشاهدة العروض وحضور المعارض والمواقع، كم نسبة التعلم فيها بعد ما أحضر عرض معين أو أكون حاضر في معرض ما في قلب الموقع؟ 30%، 90%، 50%، 70%. قدامنا 13 ثانية. تمام. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 50%، وفي 5 جاوبوها صح. ودي البوينتس بتاعتنا اللي احنا بناخدها FMS. السؤال بعده، المشاركة الفعلية في ورشة عمل أو في تصميم دروس تعاوني. المشاركة الفعلية في ورشة عمل أو تصميم دروس تعاوني بينتج عنها تعلم أو تذكر نسبته قد إيه؟ 90%، 30%، 50%، ولا 70%؟ قدامنا 18 ثانية.
ممتاز، الإجابة طبعا 70%. وخلينا نشوف أعلى الدرجات. أوكي أستاذ حنان، محاكاة، ودي أتوقع أنها تكون آخر حاجة، محاكاة نموذج لتجربة حقيقية أو تصميم أو تنفيذ عرض ما. كم نسبة التذكر؟ كم نسبة التعلم اللي بتتم؟ ثلاث ثواني، ثانيتين، ثانية. الإجابة طبعاً هي 90% محاكاة نموذج لتجربة حقيقية أو تصميم أو تنفيذ عرض ما. 90%، وفي عندنا 11 واحد جاوب معانا صح. ممتاز، رائع. طيب أنا بس حبيت إني يعني أخدكم معايا في جولة كده سريعة في الجزئية دي عن الأبليكيشن دوت الكهوت. ولو ما بتستخدموهوش أتمنى أنكم تستخدموه بعد ما شفتوا في نوع من أنواع التجاوب والتفاعل بينك وبين الطلاب بتوعك عن بعد باستخدام الأبليكيشنز الكتيرة جداً جداً اللي من ضمنها الأبليكيشن البسيطة. طيب تعالوا إحنا ننتقل بشكل أعمق شوية. الحقيقة هنراجع الكلام اللي إحنا قلناه، كيف تتم عملية التعلم؟ عملية التعلم عن طريق القراءة والاستماع فقط بتتطلب درجات يعني منخفضة من التركيز والفهم والتفكير، وبينتج عنها اللي هو ما يستطيع الناس إتقانه بعد عملية القراءة والاستماع، بينتج عنها عمليات وصف، توضيح، تعريف، تعداد. ونسبة التذكر بالقراءة 10% وبالاستماع تقريبا 20%. أنا الحقيقة هنا مش عايز أربط دماغك بأرقام معينة، يعني النسبة كام في المية دي ممكن ما تكونش دقيقة 100%، 10% 20% ممكن ما تكونش دقيقة 100%، لكن إحنا نقدر نقول فعلاً أن أنا من الأشياء اللي بقرأها بيكون أقل نسبة من تذكر الأشياء هي اللي بتتم عن طريق القراءة فقط. طيب الكاتيجوري الثاني هو مشاهدة الصور، مشاهدة الفيديو، ده نظر، حضور معارض ومواقع ومشاهدة عروض. فأنا هنا بتكلم على أنه بينتج عن العمليات دي يعني درجات عليا من التفكير اللي هي بتتمثل في التنفيذ والتجربة، حيث يستطيع المتعلمون أن يتذكروا 30% نسبة أعلى من مشاهدة الصور والفيديو و 50% من الحضور الفعلي في المواقع والمعارض. الكاتيجوري رقم 4 المشاركة الفعلية في ورشة عمل في تصميم دروس، إن يكون الطالب اللي عندك more active يعني نشط بشكل أكبر وبيتفاعل في يعني له دور حيوي في عملية إنشاء الدروس وفي تصميمها. دول نسبة التذكر عندهم تقريباً بتوصل ل70%، لأنه هنا وصلنا لمرحلة أعلى من التفكير لأنها بتشتمل على عملية التحليل والتصميم. أما آخر كاتيجوري أو آخر صنف هو عملية محاكاة لنموذج أو تجربة حقيقية أو تصميم أو تنفيذ، يعني هنا اللي بالضبط كده اللي قال عليه جون دوي من 100 سنة اللي هو learning by doing، العمل التعلم بالعمل بالفعل. وطبعا في الحالة دي بتكون نسبة التذكر عالية جدا جدا جدا، ممكن توصل 90%. ليه؟ لأن أنا عندي المهارات اللي بتقنها نتيجة المحاكاة، نتيجة التطبيق العملي والفعلي، هي عمليات الإنتاج والتفكير، ودي من العمليات العقلية المعرفية العليا جدا. في بعض لو رحنا على الليترتشر أو الأدب ممكن نلاقي بعض الناس مختلفين في التصنيفات دي وبيقولوا إن الكلام ده ملوش فعليا ما يثبته، لكن الحقيقة إحنا من خلال خبرتنا وتجاربنا بنقول فعلا بنلاقي فعلا إن كل ما يكون الطالب أو المتعلم مشترك معاه فعليا وبيؤدي شيء بنفسه بالفعل، كل ما تكون نسبة التعلم والتذكر عنده أعلى. بصرف النظر اتفقنا أو اختلفنا على نسب معينة، عشان لو بعدين لو حد قرأ ولقى إن في كلام بيتعارض مع الكلام ده. عرفنا كيف تتم عمليات التعلم، ندخل على تاني أساس مهم جدا جدا في عمليات التعلم، هو أنواع التفاعلات اللي بتتم في بيئة التعليم. أنواع التفاعلات في بيئة التعليم، في عندنا النوع الأول، وهو النوع الأول هو تفاعل المتعلم مع المعلم. ده الشكل الكلاسيكي، الشكل المتعارف عليه، إن المعلم والمتعلم في حالة من التفاعل مع بعض. لكن كمان في عندنا درجة أخرى، وهي تفاعل المتعلم مع المتعلمين الآخرين، وده بيتطلب درجة أعلى ومستوى أرقى في تصميم الخبرات التعليمية. كمان أصبح عندنا
التفاعل، او طبعا موجود من زمان لكن دلوقتي باخد صور مختلفه، تفاعل المتعلم مع المحتوى والمواد التعليميه، وان كانت بشكل نصوص كتابيه قبل كده في الكتب المتعارف عليها، فالان اصبح على المتعلم ان يتفاعل مع محتوى رقمي على المواقع الالكترونيه سواء كانت رسميه او غير رسميه باشكال مختلفه جدا. واخيرا عندنا تفاعل المتعلم مع الاجهزه المتاحه او مع التكنولوجيا المتاحه. دي الاربع انواع اساسيه من التفاعلات اللي بتتم في اي تصميم او اي بيئه تعليم، ناهيك عن ان احنا بنتكلم عن بيئه التعليم الالكتروني. اذا احنا قدرنا نحدد العلاقات التاليه، ان انا رقم واحد محتاج ان انا اخلي الطالب عندي يتعلم بايديه، يكون مشارك عشان اوصل لافضل خبره تعليميه، وان في تصميمي للدروس بتاعتي او الكورسات بتاعتي اؤكد على احداث كل انواع التفاعلات علشان اطلع بخبره تعليميه جيده، اذا ما هي الادوات التي تيسر لي احداث التفاعلات دي، وكمان الاستخدام الفعلي واستخدام اعلى درجات التفكير زي ما اتفقنا عليها learning by doing. ده السؤال بتاعه، كيف يمكن تقديم افضل خبرات تعليميه مبنيه على افضل طرق تعلم وتحقق انواع التفاعلات المختلفه في بيئه التعليم الالكتروني. دي كانها المقدمه اللي احنا ننطلق منها الى الشكل اللي احنا اللي قدامنا ده. هنا السؤال الاول، دي هنا هتكون عندنا اتفضل يا فندم. حضرتك ممكن تعمل شير الباوربوينت؟ حاضر. أنا كنت بتشرح شكلي فهو مش واضح قدامي. تمام يا فندم. شكرا. واضحة كده؟ هي واضحة إن شاء الله دكتور. تمام يا فندم. أدوات التعليم الإلكتروني المتزامن وأدوات التعليم الإلكتروني غير المتزامن. طيب، أدوات التعليم الإلكتروني المتزامن هي في الحقيقة محتاجين نعرفها الأول، يعني إيه تعريف إلكتروني متزامن؟ التعليم الإلكتروني المتزامن بيتم في البداية عن طريق تفاعل المشاركين في العملية التعليمية سواء كانوا طلاب أو معلمين، ولكن هم موجودين في نفس المكان، يعني معلش فيه في 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 هم في أماكن مختلفة لكن في نفس الوقت. يعني أنا دلوقتي أنا موجود، ممكن أكون موجود في دولة مختلفة تماماً عن الدولة اللي حضرتك موجود منها، الأماكن مختلفة، لكن إحنا بنتواصل مع بعض في نفس الوقت، أنتم بتسمعوني وأنا بتكلم الوقت، ولو حد فيكم متكلم أنا هسمعه. ده اسمه الأداة اللي إحنا بنستخدمها اللي هي الزوم في الحالة دي، بتوفر لنا أسلوب تفاعل تزامني متزامن في نفس الزمن. أدوات التعلم، أمثلة لأدوات التعلم دي عندنا الفيديو كونفرنس، ودي ما أكترها سواء كانت رسمية أو غير رسمية، المكالمات الهاتفية تعتبر أمثلة منها، الفصول الافتراضية أو اللي بيسموها الـ Virtual Learning Environments كلها بتدخل في حيز أدوات التعليم الإلكترونية المتزامنة. إيجابياتها إيه؟ يعني أنا النهاردة وأنا بتعامل بتفاعل معاكم على منصة زي منصة زوم مثلا أو غيرها، إيه الإيجابيات اللي موجودة عندي؟ أول حاجة أنا في عندي عمل بيئة تعليم تشبه قاعات الدراسة الفعلية، يعني المفترض لو أنا عندي عدد قليل دلوقتي وأنا فعلا بدرسكم ممكن اروح على بريك اوت رومز، اقسمكم لجروبات معينه واخليكم تشتغلوا على مشاريع معينه واجيبكم عندي تاني، استخدم ابلكيشن زي كاهوت واخليكم تشتغلوا عليها ونتواصل مع بعض، او اخليكم مسبقا تكونوا مجهزين مشاريع سواء كانت باوربوينت برزنتيشنز او فيديو او وورد فايلز اي ملفات وتشاركوها وتعرضوها من عندكم. فالحقيقه انا كاني موجود في بيئه يعني دراسه او قاعه دراسه عاديه فيس تو فيس. اثنين، إمكانية الحصول على تغذية راجعة فورية، يعني أنا دلوقتي بقدم معلومة معينة ممكن في ثانية أي حد منكم يبعت لي على الشات أو يرفع إيده ويسأل سؤال، باخد رأيك أو باخد تغذية راجعة منك أنت كمتعلم، وأنا كمان بدي لك رأيي أو التغذية الراجعة بشكل فوري. رقم ثلاثة هي الاستغناء عن الذهاب إلى أماكن الدراسة، يعني وخصوصا في الدراسات العليا، يعني أنا فعلا مسألة التعليم الإلكتروني في عمل الدراسات العليا زي الماجستير والدكتوراه والدبلومات تحديدا بالنسبة لي ممكن يكون أفيد بكتير، بتوفر على نفسك مسافات طويلة بتروحها وبتنتج عمليات وخبرات تعليمية يعني قوية جدا، وإن كان طبعا إحنا دلوقتي ملزمين إحنا نقدم نفس التجارب العلمية على كل المراحل التعليمية بشكل فعال. رقم أربعة، تنمية الشعور بالتواجد الاجتماعي أونلاين، كل ما تكون في تفاعل ويكون في قدرة على أنك أنت متواصل مع عدد المشاركين معك في العمليات التعليمية، فإحنا بنحقق الجانب الاجتماعي، والجانب الاجتماعي جزء كبير جدا جدا، أونلاين سوشياليزيشن جزء كبير جدا 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 في كل النظريات والتصاميم القائمة على تكنولوجيا التعليم في التعليم الإلكتروني. طيب
المفترض دلوقتي بعد ما انا معرض لكم كده اقول لكم تروحوا كلكم وتقولوا لي في ضوء ما سبق كيف تعرف ادوات التعليم غير المتزامن. احنا عرفنا التعليم المتزامن، ادوات التعليم المتزامن ان هي الادوات اللي بتساعد ان احنا نكون متواصلين في نفس الوقت ولكن في اماكن مختلفه. لو حبينا نعرف ادوات التعليم غير المتزامن، في حد من المشاركين يقدر يعمل انميوت ويقول لي ما هو تعريف ادوات التعليم غير المتزامن لو تكرمتم؟ مش هختار خلينا نكتبها، اللي عاوز يجاوب السؤال يكتب واحد في الشات وبعدين نفتح له المايك. ممتاز. اللي عاوز يا جماعه اللي عاوز ماشي. دكتور محمد رفع ايده. ممتاز. دكتور محمد فوزي اتفضل. دكتور محمد فوزي يا فندم. اتفضل دكتور محمد. مع حضرتك. هو يحدث مش بيحدث تفاعل بقى مباشر بين المتعلم والمعلم في اللي هو الغير المتزامن، هو بتبقى الدراسه وان واي، هو بيبقى حاطط عامل الموضوع از ليكتشر ومسجلها مثلا سواء ريكورد او فيديو او اذا كان باوربوينت وحاططها، واي حد يقدر يتعلم منها في اي وقت او كتاب او اي حاجه. رائع رائع، ممتاز جدا، شكرا يا فندم. فعلا ده معانا ثلاثه اضافيين ممكن نسمعهم ولا الوقت لا يتعلم. ممكن ممكن، انا على فكره انا بالنسبه للوقت عندنا متاح واقدر اسمع عدد كبير، لكن انا حفاظا بس على وقتكم هيكون العدد محدود. اتفضل دكتور محمد. احنا معانا ثلاثه دلوقتي، دكتور تامر نصر. اتفضل يا دكتور تامر. فندم، هو عموما الاسينكرونس دايما بيبقى ان انا بحط للطالب ماتريال على ال ام اس او على اي موقع انا عاوز احطها له عليه، بيكون في شكل فيديو او في شكل محاضره او في شكل اكسرسايز هو بيعمله، وبعد كده لما نتقابل هو الطالب بيبتدي يشوف الحاجه دي، او حتى ما نتقابلش انا بحط له تاسك وهو بينفذه من غير ما نتقابل، يعني كل واحد في وقت الفراغ اللي عنده. نعم تمام، رائع رائع. تمام. دكتور محمد رضوان. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. هو ادوات التعلم التطوير غير المتزامن لها جزئين، جزء خاص بعمليه التعليم نفسها وجزء خاص بعمليه التواصل او التفاعل. جزء خاص بعمليه التعليم ان هل بتحط الماتيريال باي كان الشكل بتاعها والطالب بيشوفها مش في نفس الوقت في اي وقت تاني، والجزء الثاني خاص بعمليه التفاعل، معنى كده ان الطالب ممكن لو طالب احسن عامل في تفاعل بين الطلبه وبين بعض ومن المدرسين بين الاستاذ المقرر نفسه، بس بشكل مش متزامن، مش لازم كلهم اونلاين عشان مع حد زي دلوقتي، لكن ممكن اي حد فيهم يحط سؤال واي طالب تاني ممكن يجاوبه او ممكن الاستاذ المقرر هو اللي يجاوبه، فهي لها جزئين، جزء خاص بعمليه التعلم وجزء خاص بعمليه التواصل. جميل جدا جميل جدا، رائع. دكتور شروق. دكتور محمد. دكتور شروق ده اخر حد. طيب ماشي اتفضل. مساء الخير. هو التعلم الغير متزامن ده بيكون زي الكورسات الاونلاين كده، بيكون محطوط الماده العلميه واي حد بيقدر ياخدها في وقت تاني غير الوقت اللي بيتعرض فيه الفيديو ده، بيكون في تفاعل بس بيكون التفاعل غير مباشر، مش زي التعلم المتزامن التعليم المتزامن او كده. تمام. شكرا جدا. رائع جدا، شكرا لحضرتك، شكرا لكل الدكاتره اللي شاركوا معانا، كلام فعلا يعني دقيق جدا، ان تفاعل المشاركين سواء كانوا طلاب او معلمين بيتم في العمليه بيتم في اوقات واماكن مختلفه، اريد احنا في اماكن مختلفه لكن كمان في اوقات مختلفه حسب الوقت المتاح للمتعلم. تفاعل مع ايه؟ سواء تفاعل مع بعض زي ما اتفقنا كمتعلمين، او تفاعل مع المواد المتاحه، او تفاعل مع التكنولوجيا المتاحه سواء انت بتقدمها بشكل رقمي زي فيديو او غيره او غيره، او تفاعل مع المعلم نفسه زي ما اتفقنا. طيب امثله، عندنا امثله كتيره جدا الحقيقه لادوات التعليم غير المتزامن، زي مثلا من اشهرها لو رحنا على الالماسس، وبشكر الدكتور اللي ذكر الاسم ليرنينج مانجمنت سيستمز، عندنا مثلا زي مودل، زي بلاك بورد، زي كلاسيرا، زي مثلا كانفاس، زي مثلا كتير من الالماسس اللي بتتيح ليك وجود ادوات وفيتشرز خصائص او مميزات تقدر عن طريقها تعمل منتديات مشاركه اسمها فورمز، ديسكشن فورمز. ديسكشن فورمز دي كاننا لو حاولنا نتخيلها كده كاننا على الفيسبوك حد بيعمل يعني منشور وبعدين الناس بتيجي تعمل ريبلاي عليه، وانت ممكن تعمل ريبلاي على ريبلاي وهكذا، دي فكره الديسكشن فورمز. فانا اقدر اعمل اضافه او اشارك محتوى معين او فكره معينه او سؤال معين والاقي ردود عليه تاتي حسب وقت المشارك معي، دي اسمها ديسكشن فورمز. عندنا كمان في حاجه اسمها الويكيز، طبعا عارفين كلنا الويكيبيديا، نفس الفكره بالظبط. الويكيز عباره عن كانها صفحه بيضاء، يعني لو تخيلنا مع بعض كده زي كده بالظبط، احنا عندنا صفحه بيضاء
وهنشتغل فيها مع بعض، انا والدكتور محمد والدكتور خالد والدكتوره شروق كلنا مع بعض هنشترك في الصفحه دي، فهيكون كلنا عندنا اكسس على نفس البيج دي وهنشتغل مع بعض. احنا في اماكن مختلفه تماما، لكن انا هدخل اعمل ستيتمنت او هكتب جمله معينه، يجي بعدين الدكتور محمد يروح معدل الجمله دي او يضيف عليها او يعمل تحسين ليها او يعمل اديتنج ليها وهكذا لحد ما نوصل لشكل نهائي كاننا قاعدين جنب بعض وبنكتب صفحه مع بعض. من الادوات الاخرى الغير تزامنيه البريد الالكتروني طبعا، المحاضرات المسجله، الملفات الصوتيه، منصات العمل التعاوني والجماعي. وهنا عاوز اخدكم على فكره الابلكيشنز البسيطه السهله الفري، يعني غير مدفوع، غير المدفوع يعني، مجانا متاحه لنا نقدر نستخدمها احنا واولادنا، زي مثلا جوجل دوكس وجوجل سلايدز. دي عباره عن ابلكيشنز لو انت عملت لوج ان على جوجل ورحت على الابلكيشنز المتاحه هتلاقي هناك عندك الجوجل دوكس. دي عباره عن يعني مستندات جوجل، مجرد ما تروح عليها بتلاقي نفسك كانك على صفحه وورد عاديه جدا جدا، لكن الجمال اللي فيها هو انك تقدر تشاركها مع عدد من الشباب الاخرين، فبالتالي تقدر تعمل عمل تعاوني بينكم وبين بعض وكلكم تشتغلوا عليها كانها فكره الويكيز بالظبط. بس الحقيقه جوجل دوكس هنا بتحلك فكره انك على الصفحه دي كانك بالظبط على ملف وورد، كل الامكانيات اللي فيه، من انك تضيف صور، انك تضيف روابط يو ار الز، انك تعمل اديتنج، انك تستخدم يعني كل الادوات المتاحه على الوورد. نفس الحكايه الجوجل سلايدز اللي بتساوي الباوربوينت برزنتيشنز، كانك بالظبط على ملف باوربوينت برزنتيشن، بالاضافه الى انك انت تقدر تشاركه مع الطلاب بتوعك والطلاب يشاركوا مع بعض ويشتغلوا. فانا النهارده لو حابب اخلي 4 من الشباب المشاركين معايا ان هم يعملوا برزنتيشن مع بعض، يعني كجروب ورك او كبير ورك، عمل ثنائي او عمل تعاوني، اخليكم تروحوا على هناك وتشتغلوا مع بعض وبعدين تعملوا لي هنا، تقول هنا بدل ما انا بتكلم الوقت انتوا اللي هتتكلموا وانتوا اللي هتعرضوا الافكار. اوكي، كمان منصات تدوين الملاحظات ما اكثرها. اوكي، فدي عباره عن امثله للادوات التعلم غير المتزامنه. طبعا انا هنا من المميزات اللي بتكون عندي ان حصول الطالب على التعلم حسب الاوقات المناسبه له، وخصوصا في تعلم الكبار. يعني انا دايما بحب ارجع تاني للفئه العمريه اللي انا بفضل لها بقوه التعليم الالكتروني عن حتى التعليم التقليدي، انك انت الناس البروفيشنالز، واتوقع ان حضراتكم جميعا بتنتموا للفئه دي، بعد ما بتكون في وظيفه معينه او شغل معين وحابب تكمل دراسات عليا، بيبقى الوقت بالنسبه لك كريتيكال، بالنسبه لك هو اللي بيحدد انك تكمل او ما تكملش. فهنا وجود حاجه زي كده بتسهل لك الموضوع ده. كمان يعني تلقي التعليم حسب السرعه المناسبه للطالب، ودي مهمه جدا جدا جدا. الديفرنشيشن او الانديفيدوال ديفرنسز بتلعب دور قوي جدا في مساله التعلم. فاحنا النهارده واحنا قاعدين بنتكلم، اتمنى ان ما اكونش انا سريع جدا، يعني اتمنى ان اكون يعني الافكار مرتبه بشكل يعني متناسب مع السرعه. لكن انا ممكن وانا في الفصل الدراسي لو انا اتكلمت بنفس السرعه دي ممكن الاقي 50% من الطلاب بتوع مش فاهميني. ليه؟ قدرات استيعابيه وقدرات فهم وقدرات تلقي بتختلف من شخص لاخر. لكن لو كتبت سؤال او معلومه وحطيتها على منصات التعليم الالكتروني غير المتزامنه، اكيد الطلاب اللي عندي هياخد وقته في التفكير وفي البحث عن معلومات وفي كتابه المعلومه وفي تنقيحها وفي توصيلها بافضل ما تكون عن ان لو هو موجود معايا في الفصل. 3، تمكين الطالب من اعاده دراسه المقرر والرجوع اليه عند الحاجه. يعني الحقيقه وانت عندك المعلومات كلها قدامك طول الوقت بيكون عندك ميزه انك تروح في اي وقت ترجع وترجع ليها. اخر حاجه هي طبعا فرص تقديم تغذيه رجعه والحصول منها او الحصول على التغذيه الرجعه سواء من المتعلمين زمايلك او من المعلم. دي عباره عن اوفر فيو او يعني شيء كده عام عن فكره التعليم الالكتروني المتزامن وغير المتزامن. طيب السؤال، احنا محتاجين بعد ما عرفنا كده الادوات دي محتاجين نعمل دمج في معظم الوقت بين ادوات التعليم المتزامن وادوات التعليم غير المتزامن. والسؤال اللي بيطرح نفسه ازاي، ليه انا محتاج دوت؟ المفترض دلوقتي ان انا اعمل معاكم الحقيقه بريك اوت سيشنز، يعني المفترض اوزعكم في شكل جروبس، لو الفيتشر دي موجوده دلوقتي كنت اوزعتكم في شكل جروبس وكنت اعطيتكم 3-4 دقائق لكل جروب تفكر بينهم وبعض انا ليه محتاج ان انا اعمل الدمج دوت، وبعدين ترجعوا لي اسمع لكم كمعلم او كدكتور او كمحاضر، اسمع لكل جروب منكم واخد ملاحظات وخلي باقي المجموعه تاخد ملاحظات وتدونها، ونناقشكم في افكاركم جروب باي جروب
كأننا موجودين في السيت اب او السيتنج العادي بتاعنا احنا في الكلاس روم لما نكون بنعمل فيس تو فيس تريننج او ليرنينج. لكن طبعا علشان خاطر ان احنا عددنا كبير جدا جدا هيكون صعب ان انا احطكم في بريك اوت سيشنز او بريك اوت رومز. هننتقل الى الصفحه اللي بعدها والاجابه لماذا يتم دمج ادوات التعليم الالكتروني التزامنيه وغير التزامنيه؟ لانه رقم واحد انا محتاج عدد تفاعلات اكتر، مش محتاج بس ان اتواصل معاكم بشكل سينكرونس او تزامني زي ما انا معاكم دلوقتي وتمشوا من عندي وما اتفاعلش معاكم غير بكره او يوم المحاضره اللي جايه. انا عايز اكون على تواصل مستمر معاكم، فعدد التفاعلات هيزداد مع دمج واستخدام ادوات تعلم تزامني وغير تزامني. كمان علشان تنوع التفاعلات، احنا اتفقنا على كلمه ديفرنشيشن او الانديفيديوال ديفرنسز اللي موجوده بين الناس. في ناس شخصيتها بتكون شاي او يعني شخصية خجولة، ما بتحبش مثلا تتكلم قدام الناس بشكل كبير سواء كان داخل دراسة أو في الحالة عادية، ولكن هي مبدعة وعندها أفكار وتقدر تكتبها. فأنت هنا بتوفر كل سبل التفاعل ما بين الطلاب بتوعك اللي تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية. كمان أنت بتحقق هنا جودة التفاعلات، يعني أنت مش بتستخدم أداة واحدة بس، أنت بتستخدم عدد كبير ومتنوع سواء كان إيميلات، سواء أنك بتطلب منه يعمل فيديو ويصور فيديو أو يكتب تقرير أو يشتغل مع بعض. ده كله بيؤدي إلى جودة التفاعلات الموجودة وترابطها. لأن أنا النهاردة مثلا، يعني قبل ما أمشي على النقطة اللي بعدها، لو أنا النهاردة بشتغل مع الدكتور محمد البهي في مشروع ثنائي، أنا تفاعل معاه يكون مختلف عن لو أنا وهو مشتغل بنشتغل مع الدكتور بتاعنا بشكل منفصل. فكل لما تكون انت بتستخدم ادوات مختلفه هتخليك تشتغل على انواع مختلفه من التفاعلات اللي هتحدث جوده كبيره لها. كمان في فرص الاستجابه لاحتياجات المتعلمين، يمكن تكلمنا عنها بشكل مفصل. واخيرا هي فكره بيسموها باللغه الانجليزيه فكره البريزنس، فكره الحضور. حضور المعلم لما يكون عندك عدد كبير من الادوات اللي بتستخدمها سواء تزامنيه او غير تزامنيه، المعلم بيكون له حضور موجود طول الوقت مع المتعلمين او الدكتور او المدرب. كمان الحضور الاجتماعي، انت بتكون معاهم، يعني يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده، لكن الجانب الاجتماعي جانب رئيس، جانب اساس في اي حديث عن التعلم الالكتروني. فالحضور الاجتماعي جزء كبير منه انك تكون موجود على عدد كبير من ادوات التعلم سواء تزامنيه او غير تزامنيه، بالاضافه للحضور المعرفي مساعداتك للطلاب ونقل المعرفه والمهارات لهم. اتمنى تكون الفكره واضحه. طبعا هنا هنقدم مع بعض نموذج لدمج ادوات التعليم الالكتروني التزامنيه وغير التزامنيه. نموذج سهل جدا، انا باختصار جدا ممكن اعمل نشاط تزامني وغير تزامني في نفس الوقت، لكن ممكن ابداه باي ترس من التروس اللي عندي. يعني انا اول مره اتعامل مع حضراتكم جميعا النهارده، ده نشاط تزامني صح ولا مش صح؟ يعني احنا هنا في الجانب الاخضر ده، لكن ممكن لو انتم مستمرين معايا في دوره لمده مثلا اسبوع، ممكن النهارده يعني اقدم لكم، اطلب منكم متطلبات معينه تعملوها بناء على الافكار اللي انا عملتها، لان انا بديكم رؤوس اقلام لغايه الوقت عشان اسباب كتير. لكن ممكن اطلب منكم انكم تعملوا لي يعني اندبث ريسيرش او بحث يعني عميق متعمق عن افكار معينه احنا طرحناها النهارده. وبالتالي انا باخدكم هنا على فكره النشاط الغير تزامني، يعني هتروحوا هتشتغلوا مع بعض سواء وزعتكم في جروبس او انا طلبت منكم ان كنتم توزعوا نفسكم في جروبس، انتوا هتنتقلوا الى المرحله التاليه الى اللي هو النوع الثاني من التعليم غير التزامني وهكذا وتستمر. فده النموذج المتبع واللي بيتبعه كل الاساتذه والمتخصصين في تصميم البرامج التعليم الالكترونيه بشكل احترافي. ما ينفعش فقط يكون عندي تركيز على الادوات التعلم التزامنيه او ادوات التعلم غير التزامنيه فقط، لازم احدث نوع من انواع النشاط والتنشن المستمر بين كل الادوات دي. فمثلا انا ممكن ده نموذج انا بقترحه انا شخصيا بستخدمه. وبالمناسبة احنا في عندنا دورة في، لو انتم حابين يعني بشكل اكثر عمقا، بيقدمها مركز التميز التربوي كلية التربية جامعة عين شمس، مدتها تقريبا اسبوع، فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها النهاردة واكثر بشكل اكثر تفصيلا. لو انتم مهتمين ممكن تتابعوا مركز التميز التربوي على الفيسبوك وتعرفوا الحاجات دي. لكن ده النموذج اللي انا مستخدمه او اللي احنا بنستخدمه في الدورة دي تحديدا. اول حاجه توجيه النقاش وتركيزه على منتديات والويكيز واستخدام الادوات الاخرى زي ما اتفقنا، جوجل دوكس مثلا او جوجل سلايدز او غيرها كده. اثنين، عصف ذهني عن موضوع الدرس. ما ينفعش فكره المعلم الراديو او الدكتور الراديو اللي هو عامل زي حالاتي كده دلوقتي اللي بيتكلم وفي
معتمد على البروفيشناليزم او مستوى الحماس اللي موجود عند المستمعين مع الفئات العمريه الاقل ما بتكونش صحيحه ما بتكونش دقيقه. ولو احنا شغالين في بروجكت مستمر لفتره طويله لا يمكن نستمر بالشكل ده. لازم يكون في مشاركه وتبدا بعمليه عصف ذهني عن موضوع الدرس وتقديمه للمتعلمين. رقم 3 قراءه المواد التعليميه ومشاهده مقاطع الفيديو. شيء ضروري جدا انك تقدم للمتعلمين بتوع المواد التعليميه عشان يقروها، سواء بعد كده عشان يعملوا هم نفسهم تلخيصات لها او يعملوا ريسيرش اكتر عليها، بحوث اكتر عليها، او يعملوا يعني مناقشات عليها. 4 عمل المشاريع والعروضات زي ما اتفقنا. رقم 5 ودي من ادوات التعلم الجميله جدا اللي بتساعد على احداث تفاعل اسمها طريقه الجيك سو. انتم يعني لو تخيلنا كده الرسمه اللي قدامنا بتاعت التروس دي هي انهي ترس انهي جزئيه بتركب في انهي مكان. بعملها ازاي؟ انا بروح مقسمكم مثلا لجروبس او بيرز، مجموعات او ثنائيات، واطلب من كل مجموعه انها تتولى يعني البحث عن وتقديم معرفة خاصة بجزئية معينة عن الدرس. يعني خلينا مثلا نتكلم النهاردة عن الدرس بتاعنا هو أدوات التعلم التزامنية وغير التزامنية، فممكن أقسمكم لجروبس واختار منكم مجموعة تقول لي إيه هي أدوات التعلم التزامنية. بالعكس ممكن يكون أكثر تحديدا واختار ناس منكم يشتغلوا لي فقط على الويكيز ويدوني أمثلة عليها، واختار ناس تانيين اخليهم يشتغلوا لي على الفورمز مثلا ويدوا لي امثله عليها، وبعدين في النهايه لما نتقابل مع بعض نبتدي نركب يعني عناصر الفسيفساء دي كلها مع بعض عشان نطلع في النهايه بعد اتمام الجيكسو ده بالصوره الجميله اللي احنا عاوزينها اللي هي التعليم. بعدين بعد ما بتعمل كده الفيديو كونفرنس، طبعا ده جزء اساسي، عمل مجموعات داخل الفيديو كونفرنس زي ما كنت بقول لكم اللي هي مساله البريك اوت سيشنز او البريك اوت رومز، وهي موجوده على زوم بالمناسبه. لو رحنا على السيتنجز بتاعت زوم ومنها على البيسك سيتنجز هتلاقي عندك اختيار للبريك اوت رومز فيتشر موجوده عندك. لو عملتها هتلاقيها ظاهره عندك هنا في في في, في البار اللي بيظهر عندك هنا، هتظهر لك هنا انك تعمل بريك اوت رومز، تقدر تقسم الناس المجموعات وتخليهم يشتغلوا وانت بتاخد نفسك او انت بتجهز لهم نقطه ثانيه او انت حابب تسمع منهم وتروح لهم على كل جروب وتشوفوا ما شغالين مع بعض ازاي. 8 استدعاء طالب التحدث المباشر. 9 طلب المشاركه على مواقع التعاون التعاوني الرسميه وغير الرسميه. ولازم نكون عارفين طبعا ان احنا الان بعض المؤسسات، ودي طبعا لو شفتم الرسم الاولى لو فاكرينها التكنولوجيا العملاق ده والتعليم بيحاول يمسك فيها، لان احنا معروف احنا مؤسسه خدميه كمؤسسه تعليم، وطالما انت مؤسسه خدميه مش مؤسسه انتاجيه فبيكون الدعم المادي عندك اقل يعني اقل بكتير من المؤسسات الانتاجيه. فبالتالي احنا محتاجين نستخدم كل الادوات المتاحه، سواء كانت ادوات رسميه، منصات تعليميه رسميه بتقدمها لك الجهات المختصه، او انت كمعلم نشط، كمعلم او كدكتور عندك ضمير وبتحاول انك تطور نفسك وتستفيد وتستغل كل الامكانيات اللي كتير منها موجود ومتاح بشكل مجاني على الجانب الغير رسمي. وبما انك انت مش بتعمل شيرنج او مشاركه لمعلومات يعني confidential، معلومات يعني يعني معلومات classified، سميها ايه، معلومات يعني سميها ايه confidential، معلومات خاصه يعني او معلومات سريه، فخلاص تقدر تستخدم مواقع التعلم الرسمية وغير الرسمية. ده نموذج لازم يكون في ذهنك وانت بتعمل تصميم للخبرة التعليمية اللي حضرتك او حضرتك بتقدميها للطلاب بتوعك. انا بكده تقريبا انتهيت، وباقي الدور عليكم انتم. لو حضراتكم عندكم اي اسئلة او استفسارات، واتمنى ان اكون قدرت اوصل بيكم بشكل مكثف لبعض الاشياء اللي تكون بيسكس بالنسبة لكم، تاخدكم للمرحلة الجاية من التفكير والبحث عن تطوير مهني بشكل اعمق. المايك معاكم مع الدكتور محمد، وسعدت باللقاء معكم الى الان. كل الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتور، وبنشكر حضرتك على طول، وان شاء الله يكون في ورش قادمه باذن الله مع حضرتك. الله يبارك حضرتك. خلينا نرتب بس قاعده ان احنا اي حد من الحضور الكرام له الحق ان هو يسال اسئله، بس ناخد بالترتيب. اول حد مثلا عندكم طريقتين، يا اما نكتب واحد في الشات يا اما نرفع ايدينا في المحادثات واحنا نتكلم فيه. فتح بقى الحوار دلوقتي. دكتوره حليمه، اتفضلي. دكتوره حليمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا ريت في الاول نعرف بعض، نعرف نفسنا وبعدين نبدا ان شاء الله السؤال يا فندم. حليمه الجبوري من بغداد، رئيس قسم ضمان الجوده في جامعه اهليه. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ. اريد اسال عن خلال المحاضره،
على الزوم مثلا، كيف أستطيع توزيع المشاركين على مجموعات من خلال غرف داخلية داخل الورشة؟ نعم، حضرتك هتروحي على السيتنجز بتاعت الزوم، الإعدادات الرئيسية اللي هي على صفحة الويب بيج بتاعتك مش على الابليكيشن. يعني هتروح على الإعدادات الجنرال سيتنجز اللي موجودة في على الويب بيج على صفحة الإنترنت، ومن هناك هتروحي على كلمة سيتنجز، من سيتنجز هتروحي على بيسك سيتنجز، هتلاقي هناك موجود فيتشرز مفعلة أو غير مفعلة، من ضمنها حاجة اسمها بريك أوت رومز. بمجرد ما تفعليها بعدين لما تبدأي تشتغلي على الزوم هتلاقيها ظهرت عند حضرتك هنا بالأسفل هنا كده كأيقونة إنك تقدري تعملي بريك أوت رومز. في الوقت ده مجرد ما تعملي كليك على البريك أوت رومز آيكون اللي بتظهر هنا هياخدك على صفحة تانية فيها كل المشاركين الحاضرين مع حضرتك. هتقدري توزعيهم بطريقتين، إما إنك توزعيهم توزيع عشوائي السيستم نفسه بيعمله، أو إن حضرتك تختاري أسماء معينة تكون في جروبس معينة بناء على معرفة حضرتك المسبقة بالطلاب بتوعك، وبعدين تقدر تحددي الوقت اللي كل مجموعة هتحتاجه عشان تشتغل على الأسايمنت أو التاسك اللي حضرتك حددتيها ليهم، وبعدين تقدر تحددي الوقت المتاح ليهم عشان يعرفوا هيرجعوا إمتى. يعني ممكن يظهر عندهم كاونت داون كمنبه، يعني يقول لهم انتوا قدامكم 30 ثانيه او 60 ثانيه عشان السيشن بتاعتكم تنتهي وترجعوا مره تانية للمين روم عشان تعملوا برزنتيشن للشغل اللي اشتغلتوه. وحضرتك في نفس التوقيت كهوست او ك يعني مدير للمحاضره تقدري تروحي على كل سيشن وتشوفي الشباب بيتكلموا في ايه. في البريك اوت سيشنز او بريك اوت رومز دي كل مجموعه تقدر تشغل الفيديو وتشوف بعض ويتواصلوا مع بعض، او يعملوا طبعا فويس تشاتنج، او يعملوا رايتنج، أو يقدروا يكتبوا ويجهزوا الشغل بتاعهم اللي هيعرضوه مع حضرتك. أتمنى تكون إجابة واضحة، وهحاول إن شاء الله لو في إمكانية أن أبعت لينك لفيديو إزاي نقدر نعمل الكلام دوت، ممكن الدكتور محمد يشاركه على صفحته أو في أي مكان متاح إن شاء الله. إن شاء الله هو هيبقى في عشان مشاركة حاجات المحتويات، هيبقى في إن شاء الله في تقييم هنعمله دلوقتي، وكل اللي هيشاركوا فيه أي ريسورس الدكتور أحمد هيوفرها لنا هنحاول نشيرها معاكم إن شاء الله على الفيديو. في أي أسئلة تانية يا فندم؟ في أي أسئلة من حضور الكرام؟ دكتورة حليمة أول حد، بعد كده الدكتورة إيمان بتشكر، الدكتورة شيماء بتشكرنا جميعا، شكرا لكم جميعا، جزيل الشكر الدكتورة إيمان، جزيل الدكتورة سعد الشهراني، دكتورة هيات بتقول شكرا لحضرتك دكتورة هيات، بتشكر حضرتك جدا يا دكتور وبتقول لحضرتك متميز جدا. دكتور إيمان معذرة تأخر، كل اللي اتأخر عن الورشة إن شاء الله هيبقى موجودة على قناة اليوتيوب بتاعتنا وهتبقى موجودة إن شاء الله على اليوتيوب. دكتورة إيمان تسأل ممكن أهلا الجزء الأخير، دكتور إيمان مايك مع حضرتك ممكن تقولي إيه اللي أنت عاوز تسأل عنه الجزء الأخير ده؟ لو ممكن بس إعادة الجزء بتاع زي من عن طريق برنامج الزوم نقسم المجموعات بس مرة تانية بعد إذنك، وشكرا جزيلا للجميع وللدكتور. طيب أنا هحاول أولها بسرعة، لكن والله أنا متوقع لو إحنا عندنا فيديو هيكون أسهل في عرض المعلومات، لكن ببساطة جدا حضرتك هتروحي على الزوم settings أوكي على صفحة الويب بيج مش على الابليكيشن. يعني انت هتروحي على الانترنت وتروحي على موقع زوم وتعملي لوج ان باليوزر نيم والباسورد بتاع حضرتك او الايميل بتاع حضرتك، وبعدين تروحي على سيتنجز اعدادات، من اعدادات هتروحي على بيسك سيتنجز او الاعدادات الاساسية، هتلاقي في يعني فيتشرز او سمات او ملامح كتيرة مفعلة او غير مفعلة، من ضمنها هتلاقي واحدة اسمها بريك اوت رومز. مجرد ما حضرتك ما تفعليها هتظهر هنا تحت هنا في البار دوت او في الادوات اللي موجوده هنا ايقونه جديده اسمها بريك اوت رومز. لو عملت كليك عليها هتقدري توزعي المشاركين معاكي على مجموعات وتقدري تتابعيهم وهم يقدروا يشتغلوا مع بعض على الاسايمنتس اللي حضرتك اديتها لهم، وهيقدروا يتحاوروا مع بعض سواء بالفويس او بالكاميرا، وانت حضرتك تقدر تزورهم تكوني معاهم يعني وتحددي التوقيت المناسب لان هم يخلصوا الاسايمنت بتاعتهم سواء 30 ثانيه او 60 ثانيه او دي او دقيقتين زي ما حضرتك ما تشوف. وانا ان شاء الله هشارك معاكم فيديو بسيط وسهل جدا يكون اوضح من كده، لان يمكن الصوره ما توصلش بشكل كبير زي ما انا بكلمكم كده دلوقتي. روح على دكتور احمد.
دكتور حسن بيقول شكرا، شكرا لحضرتك دكتور حسن. وحضرتك قصدك بالـ URL ايه بالظبط؟ انا هشير مجموعه من الـ URL دلوقتي حالا ان شاء الله. دكتوره حليمه شكرا، دكتوره ايمان عرفه، دكتوره ايمان عارف، ممكن تفضلي دكتوره ايمان. المايك مع حضرتك. دكتور ايمان المايك مع حضرتك، احنا مشتغلين حضرتك اسف. السلام عليكم، حضرتك سامعني كده؟ اتفضلي يا فندم، عرفي نفسك وتفضلي. دكتوره ايمان عارف، استاذ مساعد كليه فنون جميله قسم تاريخ فن. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. هو انا بس بستاذن حضرتك، ازاي الـ الادوات دي نقدر ان احنا نتفاعل مع الطلبه وخاصه في المواد العمليه؟ يعني حضرتك انا تاريخ فن، لكن في نفس الوقت بالنسبه لتخصصاتنا بنحتاج ان الطالب يعمل مشروع تطبيقي وليكن مثلا مقاسه صغير. ازاي حضرتك، هل يوجد ادوات وخاصه ان الالوان ما بتبقاش واضحه، او في برامج حضرتك تعرفها كويس او ادوات تساعدنا، لان الدرجات اللونيه او التصميمات ما بتبانش بصوره قويه، خاصه احنا بنتفاعل مع الطلبه عن طريق الانترنت يعني. فاكون شاكره حضرتك تساعدنا، او في افكار او غيره. شكرا. هو شكرا يا دكتوره، واهلا وسهلا بحضرتك وبالفنون الجميله كلها. الحقيقه بيبقى التحدي الكبير هو الجانب العملي في كل العلوم التطبيقية، سواء كانت كليات زي كليات الهندسة أو الطب أو أي جانب عملي محتاج hands on training في أي مكان في العالم. حتى في ظل جائحة كورونا الناس اللي عندها جانب عملي بتضطر أنها تروح عشان تعمل الشغل بتاعها مع الأخذ في الاحتياطات الإجراءات الوقائية يعني، لأنه إحنا عندنا الجانب العملي ممكن استخدام أدوات زي مثلا أدوات الـ virtual reality او الاوجمنتد رياليتي. دي ابلكيشنز او سوفت وير او مواقع بتكون في الحقيقه متطلبه تكنولوجيا عاليه جدا عشان اقدر انقل الجانب العملي ليها يعني باقوى درجه من الفعاليه. لكن الحقيقه الجانب العملي بيظل تشالنج او تحدي كبير في بيئه التعليم الالكتروني. بيئه التعليم الالكتروني في اي جانب نظري بتكون ناجحه جدا وبتكون سهل تطويرها، لكن في الجانب العملي للاسف لسه ما فيش. لازم اشوف بنفسي التطبيق العملي للطالب قدامي، الا اذا لو هو موضوع مثلا موضوع ريزولوشن، مثلا ان الطالب اللي عندي بطلب منه انه يرسل لي صوره معينه او فيديو معين باستخدام ريزولوشن معينه. لكن هنا هتبداي تسال نفسك ايه الاداء اللي انا بديها للطالب اللي عندي عشان يصور لي الرسمه دي او عشان يحطها لي بالشكل اللي انا طالبه. فهتبقى عندي مشكله الديفايس، الاداه اللي بيستخدمها، مع مشكله الـ يعني الامكانيات المتاحه. فالحقيقه الجانب العملي بيظل تحدي كبير، مفيش اجابه، مفيش حل سحر ليه الوقت متاح يعني. لكن لو في جانب نظري التعليم الالكتروني هيساعد حضراتكم فيه جدا جدا. بالتالي هي مساله نسبه وتناسب، كم من المنهج بتاعي اقدر اقدمه بشكل عملي على الالمسز بتاعتي، وكم منها لا يمكن اقدمه على الاطلاق على الجوانب اللي هي الالكترونيه ولازم يبقى فيه حضور للطالب اللي عندي. دي بتحددها المؤسسه اللي حضرتك فيها مع طبعا الخبراء من امثالكم، وبالتالي انتم تعرفوا امتى نقدر نصمم الجزء ده ونخليه اونلاين، وامتى الطالب اللي عندي لازم يجي عندي عشان يوريني عمليا الشغل بتاعه. اتمنى اكون اجبت حضرتك يا دكتور. مع حضرتك دكتور احمد. السلام عليكم دكتور احمد. يا وحده دكتور مين هو؟ معلش سؤال بسيط دكتور احمد. دكتور سعد شطاني، تفضل عرف نفسك الاول. دكتور احمد الله يعطيك العافيه على الندوه على الدوره عن التعليم الالكتروني. دكتور احمد سؤال بسيط بس، تفضل يا فندم. هل بعد ما ناخذ بعد الدوره هل في شهادات حضور او شيء زي كذا يثبت ان حضرنا الدوره هذه؟ شكرا لسؤال حضرتك، واعتقد الدكتور محمد الباهي هو افضل واحد يجاوب على السؤال ده. طيب الله يشكرك. شكرا لحضرتك يا دكتور سعد، انا لسه لو صورت حضرتك كنت قلت السؤال ده. يا جماعه بالنسبه للشهادات اللي موجوده، احنا في المرحله الحاليه اللي احنا موجودين فيها لا توجد شهادات، لان الفكره الايديا اللي موجوده من ايمرج افريكا ان احنا بننشر العلم اكتر ما بننشر شهادات. احنا بقى لنا اكتر من سنه بنشتغل باللغه العربيه وشغالين بقى لنا باللغه الانجليزيه اكتر من 8 سنين.
كل مهمتنا ان احنا بنعمل نشر المعرفه بدون ما يكون في شهادات. احنا حضرتك اكبر من شهادات، خبراتك اكبر من كده، مش حته ورقيه هي اللي تفرق، المعلومه هي اللي تفرق، ووجودنا مع بعض في جلسات حواريه اكبر هي دي الايديا اللي موجوده، او ده الفلسفه اللي احنا بنشتغل عليها في ايمرج افريكا في الوقت الحالي. ولكن ده ما يمنعش ان شاء الله في المستقبل في الفتره الحاليه ان احنا بنعمل مجموعه من التغيرات هينتج عنها ان شاء الله هيبقى في حاجات مستقبليه، هيبقى في شهاده باذن الله. اسمح لي يا دكتور محمد دقيقه لو تكرمت اعمل شيرنج بس السكرين بتاعتي اوضح بيها على السريع ازاي نعمل بريك اوت سيشنز عشان الشباب الموجودين معانا يعني. طب بص حضرتك يا دكتور، طيب ماشي تمام، مش هاخد اكتر من دقيقه بس، هنروح على صفحه الانترنت بتاعتنا واعمل لوج ان بحسابي على زوم، اوكي، بعدين اروح على هلاقي هنا كلمه سيتنجز او اعدادات، هعمل كليك عليها. بعد ما اعمل كليك عليها هيظهر لي هنا في in meeting basic و in meeting advanced، هنروح على الادفانسد. in meeting advanced هتلاقي تحت هنا لو نزلت شويه هتلاقي ان شاء الله break out sessions، سوري ممكن نروح على البيسك. استاذ سعد كتب حاجه sharing whiteboard remote okay break out rooms، هنا شايفين حضراتكم دي break out room، هتعمل السلايد ده هتلاقيه طبعا هو غير مفعل زي كده، هتفعله زي كده بس خلاص، مجرد ما تنتهي من الحكايه دي هتظهر عندك على البار هنا ازاي تعمل او ايقونه للبريك اوت سيشنز. اتمنى تكون بسيطه. مره ثانيه هنروح على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا على الانترنت، اروح على الاكونت بتاعي، اوكي اروح على الاكونت بتاعي، من الاكونت بتاعي اروح على السيتنجز او الاعدادات، من الاعدادات اروح على ان ميتنج بيسك، هنزل تحت هلاقيها عندي هي اول حاجه في الادفانسد يعني، او ثاني حاجه في الادفانسد ميتنج ادفانسد. أتمنى تكون واضحة، شكرا لك. شكرا حضرتك يا دكتور. تفضل يا فندم. هنكمل بقية الأسئلة، نشوف الحضور الكرام. في معانا دكتور، شكرا لحضرتك دكتور أحمد، شكرا دكتور محمد، دكتورة إيمان، دكتورة شروق. شروق جابر اتفضل، عندها سؤال. مساء الخير، اسمي شروق وبشتغل معلمة كي جي يعني الأطفال. انا كنت عاوز اسال بس حضرتك ايه افضل المنصات اللي تنفع مع الاطفال في المرحله دي، خصوصا ان هم يعني بنعلمهم بطريقه الالعاب التعليميه، كل معظم طريقه طرق التعلم بالنسبه لهم عن طريق العاب، ما فيش يعني اللي هو التعلم المباشر اللي هو بيكون بيعتمد يعني على التلقين بطريقه مباشره يعني. في افضل الطرق بالنسبه للاطفال دي تكون ايه؟ والله انا هقول لحضرتك المعتقد اللي انا بعتقده، لو احنا مش موجودين في الظروف الحاليه دي انا هقول ان الاطفال والمرحله الابتدائيه لحد المرحله الابتدائيه والاعداديه المفترض ان احنا نعلمهم فيس تو فيس علشان يبنوا الشخصيه بتاعتهم، ومساله السوشياليزيشن او التنشئه الاجتماعيه تتم بشكل حقيقي. لكن بما ان احنا في ظروف استثنائيه فهنا مش هقدر اذكر اسماء منصات معينه عشان ما يكونش فيها دعائيه يعني، لكن اذكر تولز معينه. كل ما تكون في ابلكيشنز بتؤدي الى الفرح والتفاعل وفيكون فيها جانب من جوانب التسابق، زي مثلا كهوت اللي احنا عملناها دي وعلمها للاولاد او طبعا بمساعده اولياء امورهم بشكل كبير، ده هيكون ناجح معايا. فانا لازم مش هركز على LMS Learning Management System اكتر ما هركز على ادوات او تولز هقدر استخدمها، ابلكيشنز زي كهوت زي كويزز زي مثلا الفيديوهات او تسجيل الاصوات، الادوات اللي بتساعدنا على العمل كده، هي دي بتكون الادوات المناسبه في المرحله دي. لكن لو احنا في ظروف غير الظروف الحاليه انا لا افضل التعليم الالكتروني الا على الاقل بدايه من المرحله الثانويه. المرحله الاعداديه لو شيء بسيط يعني 5% 10% اوكي، لكن في المراحل الاولى لا، المفترض يكون التعليم بشكل مباشر. شكرا. دكتوره دعاء تفضلين. مساء الخير. سمع حضرتك الصوت واضح يا دكتور دعاء. سامع سامعيني؟ اتفضل يا دكتور. انا دكتوره دعاء، استاذ مساعد كليه تمريض قسم صحه مجتمع. برضو يعني بكمل على سؤال الدكتوره اللي كانت في الفنون على الجزء العملي يا دكتور. نعم. عندنا هنشتغل اكتوال 3 ايام والباقي نعم. كله هيبقى نعم. اونلاين. واحنا نعم. عندنا جزء بروسيجر نعم. ومعظم ال ام اس او الابلكيشن تطبيقاتها بتبقى نوت فور فري يعني هي بتبقى ليميتد. ايه الحل يعني؟ هل في حل ان احنا هل في ابلكيشن فور فري؟ هل في ال ام اس مثلا برضو فور فري؟ يعني ايه احنا شغالين على المايكروسوفت تيم. تمام.
الحقيقة يا فندم في في applications تقدر تعملي فيها كل اللي اتكلمنا عليه النهاردة من أدوات غير تزامنية for free. بتظل مشكلة واحدة بس في المواقع دي، إنها ما بتقدمش الفول باكج، والفول باكج ده تحديدا الفكرة بتكون مسألة السايز. يعني أنا لما بيكون طبعا تبع مؤسسة كبيرة وعندي LMS أو Learning Management System الشركة بتكون دفعول، فبيكون عندي مساحة أو إمكانية إن أخلي الطلاب بتوعي يحملوا فيديوهات أو ملفات بأي أحجام أو بالأحجام المتفق عليها بشكل كبير جدا. لكن على الـ 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 الأماكن اللي هي مجانية هقدر أعمل كل الحاجات دي إلا مسألة تحميل الملفات، ودي ليها حل اللي هو إيه؟ اللي هو إن أستخدم أدوات الأدوات الغير رسمية، زي مثلا أقدر لما أطلب فيديو مثلا من الطلاب بتوعي إن أخليه يعمله على القناة الخاصة بتاعته على اليوتيوب ويبعت لي لينك، فكده أنا تخلصت من مسألة السايز. أقدر أخليه يعمل لنفسه أكاونت على جوجل ويدخل على جوجل درايف يحمل الفيديوهات أو الملفات بتاعته كانت بي دي اف فايلز أو وورد فايلز أو وات ايفر، وهناك يبعت لي لينك على الملف ده. فلها حل. مثلا يعني في موقع اسمه نونيو جي ان او ام اي او، الموقع ده بيتيح ان انا اعمل موقع مودل خاص بي، وممكن ابعت لكم لينك فيديو. نعم يا فندم، يا ريت حضرتك تبعت لنا اللينك. حاضر، من عندكم هبعت لكم فيديو ازاي تقدري تعملي موقع لحضرتك خاص بيكم، خاص بيك يعني، على موقع مودل. هيكون في شرح كافي عن ازاي تبدا الموقع دوت وازاي تعمله، وبعدين ان شاء الله باذن الله تقدري تستخدمي ادوات مساعده بقى معاك زي ما اتفقنا كده، جوجل درايف، اليوتيوب عشان تحملي على الفيديوهات بتاعتك، تقدري تستخدمي جوجل سلايدز وجوجل دوكس عشان تخلي الطلاب بتاعك يشتغلوا على الاشياء التفاعليه والجماعيه، تقدري حضرتك تستخدمي زوم علشان الفيديو كونفرنسز، والان ودي حاجه قويه جدا بمساله البريك اوت رومز، الفيتشر الموجوده على الزوم عندنا، انا كده مش ناقصني اي حاجه اي اداه عشان اقدم خبره تعليميه لا تقل في جودتها عن الخبرات التعليميه اللي بتتم على البروفيشنال ال ام اس العالميه، سواء كانت بلاك بورد مثلا او مثلا زي ما قلت قبل كده كانفاس او زي مثلا وات ايفر. بس انا كده هضطر ان انا اكون شاطر او شاطره في ان احدد مجموعه الابلكيشنز والمواقع دي واستخدمها في جزء كده فيه هارموني وتفاعل بينهم وبعض. ممكن يتطلب مني بعض الوقت في ان اقدمها للطلاب بتوعي، بس وانس يعني ان انتوا تقدموها وتتفقوا عليها مش هنقصكم اي حاجه في تقديم خبره تعليميه جيده جدا ان شاء الله. هي بس المشكله ان الابلكيشنز كتيره جدا و... نعم. واحنا نعم. مطالبين بتحويل كل المناهج، يعني مش كلها طبعا، يعني جزء منها الكتروني. نعم. فهي دي الفكره ان البرامج كتير نفسها. نعم بالظبط. اختيار البرامج والاسهل والتطبيق هي دي يمكن عايزه حد عنده خبره اكتر يعني. لا شك طبعا ده موضوع يعني بيحتاج مجهود كبير من المؤسسه نفسها والقائمين فيها، لكن احنا ممكن نحدد هدفنا. ممكن احتاج LMS ده مثلا، ممكن يكون عندي مودل او بلاك بورد، دول اشهر اثنين. هحتاج بعد كده اللي هي السينكرونس تول اوف كوميونيكيشن زي الفيديو كونفرنس، سواء كانت زوم او لو كانت ويبكس او كانت مثلا بلاك بورد كولابوريت، اي اداه من الادوات دي تنفع وتشتغل بشكل كويس جدا جدا. والاسهل طبعا المجاني زوم معانا هو، مع باقي الادوات التانية اللي استخدمها في التدريس الخاص بي ان شاء الله. شكرا يا فندم. دكتوره لميا، وهنكون اخر سؤال معانا للدكتوره لميا ان شاء الله. اتفضلي دكتوره لميا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتورة لمياء القاضي من جامعة الأزهر. أستاذ مساعد لمياء، أهلا بحضرتك. كنت عايز استفسر عن برنامج مايكروسوفت تيم. نعم. الجامعة متعاقدة معاه وإحنا مطالبين إن شاء الله نحن نشتغل به. كامل وكافي وفي كل الإمكانيات. نعم. مايكروسوفت تيمز في الأساس هو سينكرونس تول، يعني وسيلة من أدوات التفاعل التزامني. هيحتاج سبورت منكم في بعض يعني الأشياء اللي هي غير تزامنية، زي مثلا الفورم، زي مثلا الويكي، زي فدي ممكن تحتاجوا معاها كمان منصة تانية للأدوات غير التزامنية، زي ما كنت بقول حضرتك كده، زي مثلا مودل أو بلاك بورد. ده لو أنت عايز تقدم خبرة كاملة يعني شاف يعني. ممكن جوجل كلاس روم معاه. ممكن جوجل كلاس روم معاه. بالظبط. فلا حضرتك. بالتوفيق يا فندم. أنا بشكر حضرتك دكتور أحمد، بس أسمح بشكر كل الحضور الكرام معانا.
وكل الماتيريال اللي الدكتور احمد ان شاء الله هيوفرها لنا هتم اتاحتها من خلال ملف التقييم. يعني كل اللي هيشارك معايا في ملف التقييم ده هيترك الايميل بتاعه، هيلاقي فيه فيلد مطلوب ان هو يضيف الايميل، فمجرد ما هيضيف الايميل هتبقى موجوده عندي، هبعت له الماتيريال ان شاء الله. ده ملف التقييم بالنسبه للورشه، بحيث ان احنا بنقيمه ونشوف احتياجاته المستقبليه وايه اللي انتم محتاجينه مننا. ثاني حاجه، لو في اي حد من الحضور الكرام حابب ان هو يشارك بورشه من الورش او مقترح من المقترحات، ده رابط خاص بحيث ان انت تملى الفورمه وتعمل فيها المشاركه اللي انت عاوز تشاركها، واحنا ان شاء الله نتواصل مع حضرتك ونجهز مع بعض الورشه مع بعض. وده الويب سايت الخاص بالنسبه لمنظمه ايمرج افريكا كمان، بحيث ان انت تشوف كل الخدمات العربي والانجليزي اللي احنا بنعملها وكل ده فور فري. وكمان ده الجروب بتاع الفيسبوك بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه اللي موجود، وشرفنا ان انتوا تشاركونا وتبقوا موجودين معانا عليه. وكمان كل اللي دخل على الورشه حاليا وكانت الورشه متاخره عنده، وكان يعني هو حضر الورشه متاخر، ما يزعلش، لان كل الورش اللي احنا بنعملها او هنعملها ان شاء الله بتبقى موجوده على الويب سايت بتاع على القناه بتاعه الايميرج افريكا، ودي موجودة على اليوتيوب، وشرفنا ان انتوا حضرتكوا تعملوا لها يعني متابعة، بحيث ان احنا نقدر نوصل وتوصل كل حاجة جديدة عربي او انجليزي. واي حد له اي استفسار او سؤال انا هسيب رقم التليفون بتاعي والايميل كمان، بحيث ان انت لو في اي مشكلة او في اي حاجة حضرتكوا محتاجينها كإيميرج أفريكا احنا موجودين معاكم وتحت امركم. ولو في اي حد عاوز يوجه اي سؤال لإيميرج أفريكا انا موجود. لو في اي حد من حضور الكرام، انا بوجه شكر للدكتور احمد، شكر وتقدير كبير قوي للدكتور احمد، ونشوفكم ان شاء الله في ورش قادمه ان شاء الله. وشكر لكل الحضور الكرام، ان شاء الله ان شاء الله نتشرف بيكم ان شاء الله في ورش قادمه. ودكتور احمد ان شاء الله مش هتكون دي اخر ورشه، ان شاء الله هيبقى في ورش كتيره هنستغل حضرتك، ما تزعلش. تحت امركم، تسلم يا دكتور احمد، وان شاء الله عز وجل نشوفكم في ورش قادمه ان شاء الله، وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا دكتور محمد جدا، وشكرا للساده الحضور، ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.